مخالف للقانون والدستور وإجحاف يضاف إلى سلسلة الإجراءات المجحفة التي تتخذ بحق محافظة كركوك من قبل الوزارات في الحكومة الاتحادية. ودعا أعضاء في مجلس محافظة كركوك الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إلى صرف مستحقات المحافظة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الموازنة العامة. بدوره أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك بيستون عادل أن نواب المحافظة سيتخذون جملة من الإجراءات لردع أي مسعى للإضرار بكركوك وأهلها. تفاصيل أوفى مع هيلغولد حسن. دعا أعضاء في مجلس محافظة كركوك الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إلى صرف مستحقات المحافظة كما هو منصوص عليه في قانون الموازنة العامة من دون أي تلاعب أو تخفيض وتحت أي حجج، مشيرين إلى أن أي خفض لحصة المحافظة من تخصيصات البترودولار هو إجراء مخالف للقانون والدستور، فضلا عن كونه إجحاف آخر يضاف إلى سلسلة الإجراءات المجحفة التي تتخذ بحق محافظة كركوك من قبل الوزارات في الحكومة الاتحادية. السنة ميزانية كركوك من للتنمية الأقاليم 140 مليار دينار، ومن البترو دولار وحسبوها على دولار واحد لكل برميل 248 مليار دينار، المجموع يصير 388 مليار دينار. هذا مجموع ما حصل عليه محافظة كركوك من الميزانية. كان المفروض هالسنة يعني لما صار هالتخفيض المفاجئ اللي صار هذا كان تريليون وكسور ميزانية كركوك هذا. طلبات أي. لكن راح نطالب احنا مجلس النواب وامانة العامة لمجلس الوزراء انه يرجعون الاتفاق اللي صار عليها على ان يكون دولارين لكل برميل بدل الخمسة، للخمسة الثلاثة الباقية تبقى يعني كدين على الحكومة في الآونة الأخيرة. وبعد موافقة الحكومة العراقية جاءت ونقصت الخمس دولارات إلى دولارين ثم أخيرا إلى دولار واحد، وأنا أرى بأن هذا إجحاف بحق شعب وأهالي كركوك من قبل الحكومة العراقية، لأن هذا يؤثر على كركوك من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية المشاريع، نحن لا نستطيع أن نستمر في إدامة المشاريع غير المنفذة في محافظة كركوك، وكذلك العقود الذين تعينوا على عقود البترودولار لا نستطيع أن نعطي أحد أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك كشف عن أن نواب المحافظة سيتخذون جملة من الإجراءات لردع أي مسعى للإضرار بكركوك وأهلها من خلال خفض حصتها من ميزانية البترودولار من قبل بعض الجهات في الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع نواب بعض المحافظات المنتجة للنفط وخاصة البصرة للوقوف بوجه أي مسعى للأضرار بميزانية البترودولار. تم تخصيص دولارين لكل برميل يباع ينتج من النفط في كل محافظة، ويتم توزيعه على المحافظات المنتجة لكي يستغلها في لتحسين البيئة وكذلك الصحة في تلك المحافظات. من وزارة التخطيط ومن بعض المحافظات تم بموافقة أو بكتاب أنه يتم تخفيض هذه النسبة إلى 2 دولار، ولكن حسب علمي جميع المحافظات المنتجة للنفط من مجالس محافظاتهم رفض هذا القرار، والآن القرار موجود في قبة البرلمان في لجنة الطاقة والطاقة وكذلك مع لجنة القانونية، لم يوافق عليها المحافظات المنتجة للنفط، لأن هذا سوف يؤدي إلى تأثير سلبي على المحافظات، لأن كما ذكرت هذه المحافظات المنتجة للنفط لديها بيئة غير جيدة وغير مستقرة وكذلك صحة الناس. عندما نرجع إن شاء الله هناك اجتماع لمجالس المحافظات وكذلك نواب المحافظات المنتجة للنفط وخاصة بصرة وكركوك لتذليل هذه الموضوع وكذلك عدم الموافقة، ولن نسمح لهذا الشيء أن يمر على نواب كركوك والمحافظات المنتجة، لأن هذا سوف يؤثر على أهالي كركوك، وإن شاء الله سوف يبقى هذا الموضوع ساريا. تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط استحقاق دستوري وقانوني فرضته جملة من العوامل أبرزها حالة التهميش والحرمان والأضرار البيئية والصحية التي تلحق بأبناء هذه المحافظات جراء الصناعة النفطية.
وأي تلاعب أو خفض لهذه التخصيصات استمرار للسياسات المجحفة بحق هذه المحافظات. هالورد حسن، فضائية كركوك. تباشر دائرة الرعاية الاجتماعية في كركوك بإجراء عملية مسح ميداني جديد